معي للحديث عن الهوية والروح المصرية في العمارة التاريخية والحديثة الأستاذة الدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ التصميم العمراني بجامعة القاهرة. عاشقة العمارة المصرية التاريخية، أستاذة التصميم العمراني بجامعة القاهرة، دكتور دليلة الكرداني. من الأسماء المرموقة مصرياً وعالمياً في مجال الهندسة المعمارية، تركت بصماتها لسنوات طويلة في جهود الحفاظ على العمارة المصرية وفي تأسيس مدرسة معمارية تجمع بين الأصالة والحداثة. بعد الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، حصل الدكتور دليلة الكرداني على دراسات متخصصة في التصميم المعماري بأبعاده الاجتماعية والثقافية من جامعة بيركلي بكاليفورنيا. ترأست لجنة الحفاظ على التراث في محافظة بورسعيد بين أعوام 2006 و2014، وشاركت بتصاميمها في مشروعات ترميم مبنى بلدية دمنهور الأثري والمركز الثقافي الجديد لكنيسة الأقصر وحمام الطنبلي، أحد أقدم الحمامات الأثرية في القاهرة. شغل الدكتور الكرداني بين أعوام 2007 و2017 عضوية لجنة العمارة في المجلس الأعلى للثقافة، ثم تولت رئاسة اللجنة حتى عام 2019. بعدها رأست لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس، كما شغلت أيضا عضوية المناطق التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري. حصل الدكتور دليلة الكرداني على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل إنجازها الأكاديمي والعملي، وتعمل حالياً أستاذاً للعمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية.